خلاص الطاير ده نفس دي نفس الطاير. راح الميجا سي للاثنين. طيب هو لما ده لما الاول ده يبقى فلان يعني ده كان دي سي سي صح؟ طيب والنقطه دي كانت دي سي سي برضه، فمفيش كارت هيمشي في الليد ده. خلاص الليد ده هو اللايت الميتنج دايت خلاص. فاللي هيحصل ان الدايت ده مش هيشتغل لان دي بي سي سي ودي بي سي سي فمش هيشتغل، فالريد دي مش هتشتغل خلاص. الريد دي مش هتشتغل، فطول الفتره دي الريد ده مقفوله صح؟ طيب والفتره دي بقى الريد بقى شغال خلاص. يعني الاوتبوت لما يبقى 1 دي هتبقى مطفيه، ولما يبقى 0 ايه اللي هيحصل؟ دي هتنور. ليه؟ عشان دي 0 في كارنت ماشي هنا ده هينور خلاص. طيب ده بالنسبه لاول دايره. طيب تاني دايره بقى، تاني دايره هتشتغل انت بس، هتشتغل بس لما البي سي سي بتاعها هيبقى 1. البي سي سي بتاعها هيبقى 1 يعني ايه؟ يعني النقطه دي هتشتغل بس في الفتره الاولانيه اللي هي التايم بتاعها ار سي للاثنين، وفي الفتره الثانيه مش متوقع اشوف منها اوت بوت خلاص. يعني انا لو رسمت البي اوت بوت، احنا قلنا دي بي اوت بوت 1 اللي هي اللي احنا رسمناها في الاول، لو انا قلت دي البي اوت بوت النهائيه يبقى انا متوقع ان الدايره اللي الثانيه مش هتشتغل غير فين؟ غير الفترة دي، ومش متوقع أي أوتبوت هنا، مش متوقع أي أوتبوت هنا، خلاص؟ طيب، يعني في الفترة دي، في الفترة دي، في أي حاجة من دول سواء اليلو أو الجرين هيشتغل؟ لا، الفترة دي الريد، سوري اليلو والجرين الاتنين مطفيين. ده مبدئيا. طيب بعد كده إيه اللي بيحصل؟ أنا عايز أشوف بقى الدايرة دي هتشتغل إزاي؟ لما الجزء ده يبقى بران. هي دايره، هي زي الدايره دي بالظبط، بس الفرق ان انا ايه؟ هشحن عن طريق الواحد ميجا وهتتشارج عن طريق ايه؟ 470. يعني لما اجي اشحن هشحن عن طريق الدايود ده اللي هو بيمر بواحد ميجا وهتتشارج عن طريق ايه؟ 470 دي خلاص؟ يبقى انا متوقع ان زمن الشحن غير زمن التفريغ، يعني زمن الاون غير زمن ايه؟ الاوف. طيب وانا بشحن الاوتبوت ماله؟ الاوتبوت بون، وانا بشحن الاوتبوت بون. طيب دي 1 ميجا ودي 470، يعني تقريبا قد ايه؟ تقريبا النص. طيب ودي كانت، دي كانت 1 ميجا ولا 2 ميجا؟ دي كانت 2 ميجا، دي كانت 2 ميجا خلاص. ثانية واحدة، دي 2 ميجا. يعني انا متوقع ايه؟ ان التايم ده اللي بشحن فيه هنا 2 ميجا، وده التايم اللي انا بشحن فيه هنا 1 ميجا، يعني التايم الشحن ده نص ايه؟ نص التايم الشحن بتاع الدايره الاولانيه، وتايم الشحن وانا بشحن الاوتبوت بتاعي يبقى ايه؟ بالاول. فانا متوقع ان نص الزمن ده هيبقى شحن وهيبقى الاوتبوت بتاعي ايه؟ 1. يبقى الفتره دي كده، الفتره دي كده الاوتبوت بتاعي ايه؟ 1 بتاع الدايره الثانيه. يبقى الاوتبوت ده 1. لما الاوتبوت ده 1 الليد ده هيشتغل، ده مش هيشتغل، ده هو اللي هو اللي هيشتغل. يبقى انا في الحته دي الجرين شغال لكن اليلو مش شغال، يبقى في الفتره دي كلها الجرين هو اللي شغال بس. طيب بعد كده ده خلاص وصل لنص التايم اهو، هيحصل ايه بعد كده؟ هبتدي ايه؟ افرغ صح؟ هبتدي افرغ في ايه؟ في 470 اللي هي تقريبا 500 كيلو، يعني اللي هي نص التايم ده. يعني ان انا في الفتره دي كده، في الفتره دي كده هبقى ايه؟ هبقى لو في الفتره الجزء ده هبقى لو. طيب لما انا ده يبقى لو ايه اللي هيحصل؟ ده لو يبقى الجديد هيحصل له ايه؟ هينطفي، واليلو اللي هيحصل له هيشتغل. يبقى انا متوقع هنا ان الجرين، ان الجرين مطفي واليلو هو اللي شغال، يبقى في الفترة دي اليلو هو اللي شغال. بعد كده بعد ما انا فرغت في 470 هبتدي اللي يحصل تاني؟ اجي شاحن تاني في 1 ميجا. فانا المفروض الصح ان انا هبتدي اطلع هنا واكمل نفس القايم ده. بس المشكلة ايه؟ ان دي اتطفت، ان الفي سي سي كلها ايه؟
انطفت، يبقى انا متوقع هفضل واقف لغايه اللحظه دي بس. هفضل واقف لغايه اللحظه دي بس اللي هي تقريبا ربع التايم تقريبا، يعني ده تقريبا ربع التايم وده الربع وده ايه نص التايم اللي فوق خلاص. وفي الفتره دي الجرين شغال والايه والدور مطفي. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب التايم بتاع كل حاجه، ده جرين ده جرين ده جرين، وهنا بنقول من الاول ان الريد بس هو اللي شغال. يبقى السيكونس بتاعه كان ايه؟ السيكونس جرين يلو جرين ريد خلاص. وكل تايم اقدر احسبه ولا لا؟ اقدر. التايم ده اللي هو ايه؟ التي بتاعنا اللي هو الار بتاعت الواحد ميجا سي من ايه؟ من اتنين. والتايم ده الار بتاع 470 سي من خلاص. والتايم ده احسبه ازاي؟ هو ايه؟ هو التايم ده ناقص ايه؟ مجموع الفترة اللي فاتت خلاص؟ دي كده دي زيرو صح؟ ودي زيرو ودي زيرو، كل دول زيرو زيرو، لان مفيش اصلا مفيش اصلا اي حاجه، كانك حاطط دايره ومش مديها في سي سي هتشتغل. كل النودز بتاعتها مالها؟ مطفيه. مش منطقي ان انا يبقى عندي دايره مش حاطط لها بطاريه والاقي فيها حاجه بتدور صح؟ ايوه. لو المكان الكونتر ده كان الفرق كان الاوت بوت بين بزيرو صح؟ لكن الاوت بوت بتاعنا ده البي سي سي موجود ولا لا؟ كان موجود. لكن هنا البي سي سي بتاعنا موجود؟ لا، ده البي سي سي ده بزيرو، يعني دايره وحاطط لها البي سي سي بتاعها بالدراير، يعني دايره حاططها في البروت بوت ومش حاطط لها على بطاريه ولا ادب عمرها ما هتنور. مش المفروض بعد كده بعد تاني دور البي سي هيفور في الماكينيشن بعد كده من الزيرو؟ ما دي كده دي كده كل سايكل هتبتدي كده ماشي. طب حلو ان هي هتبتدي اكتر من الزيرو. هو مش من اوفر مش من اوفر صح. ده حل صح برضه، يعني سواء الحل ده او الحل اللي انت بتبتدي بيه من الزيرو صح. اوكي. طب الحل بقى اللي هو هيبدا من العادي الفتره الثالثه دي هتكون لو هيبتدي الحته دي برضه ممكن يعني الحل ده صحيح برضه اللي هو ايه؟ ان انا بقول طيب مش انت بتقول ان لما الاوتبوت هنا بزيرو كل النوز هنا هتبقى بزيرو وزيرو الكلاسيكي معنى كده ان كل ما دي تبتدي من ايه اللي هيحصل؟ ان ده هيبتدي من ايه؟ من الزيرو مش هيبتدي من بي سي سي على الثلاثه صح؟ الحل ده برضه صح بس يعني ساعتها هيبقى الرسم عامله ازاي؟ كويس يعني لو انا فاهم كويس مش حافظ بس ان الدايره عامله ان ده ابتدى من بي سي على الثلاثه ولغايه من بي سي على الثلاثه، لو انا فاهم كويس هفهم كويس ان ده هيبتدي من زيرو مش من بي سي سي على الثلاثه. فالتايم ده التايم ده ما هوش ار سي لين 2 هيبقى ار سي لين 3 خلاص، هيبقى ار سي لين 3 ليه؟ لان هو بيبتدي من زيرو لغايه 2 بي سي سي على الثلاثه. فلما اجي احسب هلاقيه بيوصل ايه؟ ار سي لين 3 مش لين اتنين. فهلاقي الشكل عندي هنا ده الريد مطفي زي ما قلنا وهنا الريد منور، وفي الفتره دي هلاقي ان معظم الفتره كده فيها ايه؟ دي ار واحد ميجا سي لين ثلاثه وفيها الجرين منور خلاص واليورو مطفي، والفتره دي هتبقى فيها اليورو منور وخلاص والاوتبوت بتاعي هيفضل كده خلاص. ايه الفرق ما بين الحلين؟ الحلين دول يعتبروا صح. لو انا اعتبرت ان الدايره دي هتبتدي من بي سي سي على الثلاثه ل 2 بي سي سي على الثلاثه، او ابتديت من زيرو ل 2 بي سي سي على الثلاثه، الحلين دول ده الحل رقم واحد وده الحل رقم اثنين خلاص. طيب الصح ايه؟ الحل الصح فعلا اللي هيحصل في الدايره ايه اللي هيحصل فيه؟ هو ده الحل الحقيقي، ده الحل اللي هشوفه لو عملت الدايره دي. لكن ده عشان احنا يعني الدكتور صحيح شويه وقال ايه؟ لا لو حد عارف القانون بتاع الدايره دي مش محتاج يبتدي من الزيرو خلاص؟ بس ده في اول سايكل بس، بعد كده هيبقى لا، بعد كده كل ما ده تطفي كل حاجه هتفرق فهتبتدي من الزيرو تاني خلاص؟ باشمهندس في نقطتين
اللي هي يمكن تعمل ولا مش لا مش فيهم اللي فقطش هالسجنان دي أول مطول وده دي أول مطول النهاية خلاص؟ أنا أهم حاجة ما أنا بص على اللينك وهشتغل إيه بقى من الجانب طيب دي؟ لا هي دول وهنلاقي إن الطول قبل ما تيجي تبقى الهول هنلاقي ده قبل لما تيجي تحسبها هتلاقيها كده نعم؟ هتختلف عن دي فدي هتبقى السيكونس بتاعها جرين يلو ويل نعم؟ طب باشمهندسين ايه فايدة ال 220 يوم اللي محطوطة دي؟ حد يعرف؟ المفروض بس كده معلش المحاضرة دي بدل 220 يوم ده حتى لو ما كانش قلنا الكورة بتاعتها هي مش مفيدة في أي حاجة هو بس بروتكشن للبايوت ده الموبايل ده ما يمشيش فيه تلات عين فهو عادي الريزستور بتاعه زيرو فبدل ما يمشي فيه في سي سي ماينس زيرو على ريزستور صغير قوي بتحط جنبه 220 اوم عشان الكرنت اعمل ليميتيشن للكرنت شويه عشان ما يحصلش ايه؟ عشان ما يحصلش ان الكرنت يتحرك. يلا. يلا عادي. بين ثلاثه ده الاول. يعني يوم ما بتبصني عن طريقها 4-3 دي البي سي سي بتاعت الثلاث خمسات المساحة. فتخلي ده يشتغل، الفرن دي تشتغل ملهاش دعوة بالشحن. يعني مفيش شحن كده، مفيش شحن من هنا كده، بس. الشحن من هنا لهنا لما دي تبقى بي سي سي يبتدي يشتغل لما تبقى زيرو ويفرن عن طريقها. خلاص؟ طيب المسؤول اللي عايز يوصلني غالبا الباشمهندس علاء او انا هكمل بروفيشنال قوي فشوف هو قادر ولا لا او بعد كده What?